وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حسين البوسطة، رئيس قسم الابتكار في التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير أستاذ، ما الذي يميز فكرة برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج الذي دشنته الوزارة يوم أمس؟ مساء النور وشكرا على الاستضافة. برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج هو أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية اللي قامت الوزارة بتنفيذها لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية والمساهمة في الاقتصاد الرقمي. وتم تدشين البرنامج برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع شركة صادرات البحرين ومعهد البحرين دراسات المصرفية. راح يشتمل البرنامج على تقديم حلقات إرشادية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والتصدير من قبل عدد من شركات رادة في هذا المجال، وهي مجوهرات الزين على مثل الندى التجاري وشركة تراديشنال ترند، شركة ترو أكتيف، ومجوهرات أريهانت وشركة إيتسو. وراح يتطرق البرنامج إلى تجارب هذه الشركات الرائدة في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية والاطلاع على الحلول اللي تم توظيفها للارتقاء بمعايير المنتجات والخدمات، وكذلك اطلع على التحديات التي تمت مواجهتها وكيفية التغلب عليها. نعم أستاذ حسين، ما هي أبرز أهداف البرنامج وكذلك النتائج المرجوة من هذا البرنامج؟ طبعا يهدف برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج إلى دعم التصدير من خلال التجارة الإلكترونية للشركات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الصادرات وتشجيع المؤسسات والشركات على التحول الرقمي. أما بخصوص النتائج المرجوة للبرنامج، فهي المساهمة في تحفيز الشركات والمؤسسات التجارية للتصدير من خلال التجارة الإلكترونية والتغلب على العوائق اللي تحد من مساهمة الشركات والمؤسسات التجارية اللي تمارس التجارة الإلكترونية في التصدير. نعم. بالإضافة إلى أنه في نهاية البرنامج سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج ومنحها لخطوات التجارة الإلكترونية في الخارج. السيد حسين البوسطة، رئيس قسم الابتكار والتجارة في التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.